مهرجان الشيخ زايد رحلة إلى عالم التراث والثقافة، ينقل الزوار إلى الماضي العريق وبالحاضر المتجدد، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاقه استقطب المهرجان العديد من الزوار من داخل الدولة وخارجها، الذين يتوافدون إلى منطقة الوثبة بأبوظبي للاستمتاع بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقدمها. ويضم المهرجان عددا من الأقسام والأجنحة التي تستعرض مختلف جوانب الحياة الإماراتية، من زراعة وحرف وفنون وألعاب ومأكولات وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة والمسابقات والجوائز التي تشجع المشاركين وتحفزهم على الابتكار والتميز، إلى جانب العروض الفنية والغنائية المتنوعة. ومن أبرز المفاجآت التي يقدمها المهرجان لجمهوره محمية النوادر، التي تتيح لهم التعرف إلى بعض نوادر الحيوانات والطيور. ويقدم المهرجان أيضا تجربة فريدة لعشاق المرتفعات من خلال المطعم الطائر فلاينج كاب، الذي يمكنهم من تناول وجباتهم على ارتفاع 40 متر. ولمحبي الأضواء والزهور، فزوار المهرجان على موعد مميز مع حديقة أبراج الأطوار.